مرحبا بكم أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم اليوم مراجعة لبنك أسئلة الفصل الثاني، الدوالة الأسية واللوغاريتمية. قمنا في التسجيل السابق بشرح الباب الأول اللي هو تحليل الدوال. الآن إن شاء الله سنقوم نكمل شرح الدوال الأسية واللوغاريتمية. نبدأ أولا اختيار من متعدد، يقول لي هنا الدالة هاي دالة أسية، إذا بي أكبر من واحد، الشرط إذا بي أكبر من واحد هي دالة نمو أسي، أما لو بي أقل من واحد بتصير دالة اضمحلال أسي. السؤال الثاني، في عندي لوغاريتمات اثنين أساسهم أربعة هنا، وهنا بالجهة الثانية لوغاريتم أساسه أربعة برضو للست. الآن حسب قوانين اللوغاريتمات بقدر أعمل هذول الاثنين اللي على اليسار لوغاريتم واحد، يعني بصير زيه لوغاريتم طبعا نفس الأساس اللي هو أربعة، لوغاريتم للأساس أربعة هنا، الناقص يصير قسمة، يصير 48 على n يساوي لوغاريتم أساس أربعة للست. فما دام عندي هنا لوغاريتم أساس أربعة هنا لوغاريتم أساس أربعة، معنى ذلك انه اللي امام اللوغاريتم هنا بده يساوي اللي امام اللوغاريتم هنا. كيف سويت لوغاريتم واحد؟ حسب قوانين اللوغاريتمات الطرح لوغاريتمات اثنين نقدر نعملهم لوغاريتم واحد بيصير قسمة. اذا الان 48 قسمة n بيساوي 6، اما اعمل ضرب تبادلي واحل المعادلة، أو 48 قسمة كم يساوي 6؟ 48 تقسيم 8. الآن عندي دالة أسية تم إجراء تحويل عليها الدالة هاي، تحويلات. لاحظوا برا ناقص 5 هذا انسحاب للأسفل، إذن انسحاب للأسفل بمقدار 5، وداخليا عندي زائد 2 بالأس فوق زائد 2 هذا انسحاب لليسار بمقدار 2، إذا انسحاب أفقي إلى اليسار بمقدار 2 وانسحاب رأسي إلى أسفل بمقدار 5، لكن هو معطي وحدة أحد التحويلات. طالب السؤال الرابع بيسأل عن مجال الدالة، وهذه الدالة من النوع الأسي، هاي دالة أسية، الدالة الأسية مجالها دائما R، إذا مجال الدالة الأسية يعطيني R دائما. أما مجال الدالة اللوغاريتمية اللي بعده دالة لوغاريتمية شايفينها، يسأل عن المجال اللي بيتحكم بالمجال اللي قدام اللوغاريتم، لازم يكون أكبر من صفر، لازم يكون أكبر من صفر. مين اللي قدام اللوغاريتم؟ إكس ناقص واحد هي اللي بتتحكم بالمجال، فبنقول هنا هاي بدي إياها أكبر من صفر، انقل الواحد بتصير إكس أكبر من واحد، يعني من واحد لما لا نهاية، واحد مفتوح وليس مغلق، هنا خطأ، لكن نسويها صح. كيف؟ القوس يطلع مفتوح، من واحد لما لا نهاية، ممنوع واحد، لأنه لو حط واحد يصير قدام اللوغاريتم صفر، وهنا ما اللوغاريتم ما بيساوي، ما في لوغاريتم
للصفر، صفر فوق R بلس اللي يعني مجاله. بالرجوع إلى الدالة الأم ثلاثة أس إكس، المجال قبل شوية حكينا قلنا أي دالة أسية، أي دالة أسية مجالها R، أي دالة أسية مجال لها R. السؤال السابع معطيني معادلة أسية 27 أس إكس ناقص 2 يساوي 81. عشان أحل هاي المعادلة بدي أرجع هذه الأرقام لأصولها، أصولها هذه قوى الثلاث، يعني 27 ثلاثة أس ثلاث، 81 ثلاثة أس أربعة، لكنه كسر ترتفع فوق تصير ثلاثة أس سالب أربعة. إذن نكتب ما يلي: 27 27 أس إكس ناقص 2، 27 هاي بدي أعملها ثلاثة أس ثلاث، 27 ثلاثة أس ثلاث تمام يساوي 1 على 81. 81 ثلاثة أس أربعة، 1 على 3 أس 4 بيرتفع فوق يصير ثلاثة أس سالب أربعة، يعني ثلاثة أس سالب أربعة هي 1 على 81. الآن في عندي خاصية بتقول الأس الداخلي اللي هو هذا ينضرب بالأس الخارجي هذا وهذا، يعني تضرب الأس الداخلي بالخارجي، فشو بتصير هاي المعادلة؟ بتصير ثلاثة أس ثلاثة في إكس ثلاثة إكس، ثلاثة في ناقص 2 ناقص 6 يساوي ثلاثة أس سالب أربعة. الآن بعد ما صار الأساسات اللي تحت ثلاثة ثلاث، نقدر نساوي الأسس اللي فوق تمام عم؟ شو بيصير؟ ثلاثة إكس ناقص 6 تساوي سالب أربعة، زود 6 للطرفين بتصير ثلاثة إكس تساوي 2، اقسم على 3 بتصير اكس تساوي 2 على 3، اذا اكس بتساوي 2 على 3. نفس الطريقة نتعامل مع سؤال 8. سؤال 8 5 125، هذول اساسات للخمسة، خمسة تظل خمسة، أس 2 إكس ناقص أو زائد 3 أقل أو يساوي 125 اللي هي 5 أس 3. حولت 125 إلى 5 أس 3. الآن نسوي العلاقة اللي هي هاي أقل أو يساوي، سويها بين الأسس فقط ما دام الأساسات اللي تحت صارت نفس الإشي، فبيصير عندي 2x زائد 3 أقل أو يساوي 3. دي x لحالها أطرح من هنا 3 وأطرح من هنا 3، فبتصير 2x أقل أو يساوي صفر، اقسم على 2 بتصير إكس أقل أو يساوي صفر، أقل أو يساوي صفر يعني من صفر لما لا نهاية. الآن عندي هنا صورة
لمعادلة صورة لوغاريتمية، نريد تحويلها إلى صورة أسية، يعني من لوغاريتم إلى أس. لاحظوا الأساس اللي تحت اللي هو الثلاث، هاي الأساس هي الثلاث، فشو بتصير؟ ثلاثة أس أربعة تساوي اللي أمام اللوغاريتم اللي هو 81. لاحظوا قيمة اللوغاريتم هي الأس، إذن ثلاثة أس أربعة تساوي 81. الآن العكس، عندي صورة أسية بدي أحولها إلى صورة لوغاريتمية. نكتب أول إشي لوج بهذا الشكل، نكتب يساوي الأساس اللي تحت ثمانية، ينكتب تحت هنا ثمانية. قلنا اللوغاريتم يساوي الأس، يعني الأس واحد على ثلاثة وقيمة اللوغاريتم كله، بظل قيمة الأس تنحط قدام اللوغاريتم، تمام؟ للأسف الرن طالب من السعودية وبيزعج، رن على هذا يعني سبب لنا إزعاج. الآن لوغاريتم للأساس ثمانية، اثنين يساوي واحد ثلاثة. الصورة اللوغاريتمية التالية تكافي عشرة أس ثلاث بتساوي ألف، شرحناها تو. أي من التمثيلات الآتية رسمة لهذا اللوغاريتم؟ أول شيء إحنا كنا نعرف الدالة الأم تقطع من هنا، تمر من عند الواحد النقطة الأساسية. الآن عندي ارتفاع للأعلى ثلاث ولليسار خمسة، إذا بدي أروح لليسار خمسة وارتفع ثلاث فبتصير هاي. لاحظوا هنا إذا شفت الأساس ثلاث عليه لوغاريتم أساسه ثلاث، هذول بيروحوا مع بعض وبيظل عندي 19. أحد تحويلات، لاحظوا أحد تحويلات، عندي أربع تحويلات، عندي انعكاس بمحور إكس، وعندي توسع أفقي ثلاث، وعندي إزاحة لليسار خمسة، وإزاحة رأسية للأسفل بمقدار تسعة. مين من هذول؟ أفقي إلى اليمين خمسة، لا أنا عندي إلى اليسار، سحاب أفقي إلى اليسار بمقدار خمسة، صح هاي صح. سحاب أفقي إلى أعلى بمقدار خمسة، لا أنا عندي إلى أسفل بمقدار تسعة. أي إشي اللوغاريتم هنا واحد، شو مكان الأساس؟ هاي بتعطي صفر، عشان اثنين أس اثنين على ثلاث أس صفر بتطلع واحد، إذن هاي دائما بتطلع صفر. السؤال السادس عشر، إذا شفت لوغاريتم سالب أمامه سالب، هذا غير معرف، ما بيصير أحط إشي سالب أمام اللوغاريتم. هنا لو قلنا إيه تساوي إكس هاي، أو ما إن إلا الآلة الحاسبة، هاي بتنحل على الآلة الحاسبة، ولو ما معك آلة حاسبة اللي بيها فراغات هذه بنقول لوج العشرة تقسيم لوج الخمسة. هذا في حال زي الآلة اللي معي ما فيها الفراغات اللي بنعبيها، تطلع 1.43067، يعني 307. قيمة إكس هنا
بينها 3 أس 2 9، هاي لازم طلاب ابتدائي يحلوها. السؤال 19، لاحظوا الأساس 2 على اليسار بس على اليمين 8، بقدر أخلي 8 تصير 2، كيف؟ زي هيك نكتب المعادلة الأولى زي ما هي، 2 أس 5 إكس تساوي 8، بنحولها ل2 أس 3 بتظل أس 2 إكس ناقص 1. الآن 8 شو بدي أعمل فيها؟ 8 عشان يصير عندي الأساسات 2، صير 2 أس 3. الآن بنبسط الجهة اليمنى، نضرب الأس الداخلي بالأس الخارجي، الجهة اليسار تظل زي ما هي، 2 أس 5 إكس 2 أس 5 إكس تساوي 2 أس 3 ب2 إكس 6 إكس، و3 بناقص 1 ناقص 3. لاحظوا الأساسات، هنا صار 2 وهنا صار 2، بما في الأساسات نفس الإشي. إذن الأس اللي فوق 5 إكس هاي بدها تساوي 6 إكس ناقص 3، يعني بتصير المعادلة زي هيك، تصير 6 إكس ناقص 3 تساوي 5 إكس. اطرح 5 إكس من الطرفين بتصير إكس ناقص 3 تساوي 0، انقل الثلاث على الجهة الأخرى تطلع إكس تساوي 3. دالة الأم هاي اللي انتو شايفينها تقترب من الصفر لكن ما بتلمس الصفر، هذه المدى حقها من صفر لما لا نهاية. هاي الدالة انسحاب لليمين 1 وللأعلى 4، شوفوا كيف السؤال لغاية هنا نقول له جوابين يمين وأعلى، لكن كملوا يقول وحدة واحدة إذن لليمين، ما لي هو 4 وحدات للأعلى، مين اللي وحدة واحدة؟ لليمين، لأنه عندي إكس ناقص 1. هذا اللوج نروح على الآلة الحاسبة وبنحسبه، نحسبه مباشرة من الآلة الحاسبة، نقول لوج 0.6 يساوي -22% ومع 18. لوغاريتم 10 كيف احسب هذه؟ زي ما قلت لكم قبل شوية، لوغاريتم 11 قسمة لوغاريتم 5. حل المعادلة هاي أنا شرحتها في نموذج ثاني. طبعا لما نأخذ اللوغاريتمات 2 فالأفضل على طول الطريقة كالتالي، إكس يساوي لوج اللي قدام، لوج 15 تقسيم لوج 3. لما بدك تحولها إلى صورة لوغاريتمية تصير عندك أنت لوغاريتم وبدك تحسبه، إذن هنا نقول لوج 15 تقسيم لوج 3 يساوي 2.4
ستة، 49 على يمينها سبعة بتصير 50. إذا 2.465، 2.464 يعني الأقرب هاي، لكن إذا بدي أقرب بتصير 5 مش 4 آخر شيء، هاي الأقرب. هاي نقدر نحسبها على الآلة الحاسبة، راح تعطيني بالنهاية ثلث، وهاي نقدر نحسبها على الآلة الحاسبة تعطيني 2، عشان 3 أس 2 يطلع 9، وهاي بدنا نسويها بالصورة المختصرة. ثواني، هنا أول إشي الأس 5 ها، هذا يجي أس 5 على الواي، تمام؟ يعني هذا من خصائصه إنه يجي أس هنا، تمام؟ بعدين الزائد يصير لوغاريتم واحد ويصير بينهم ضرب، يعني بيصير زي هيك لوغاريتم واحد أساسه 2، وهنا الإكس تكتب، والواي يصير واي أس 5. هنا بدنا نسويها بالطريقة المطولة، هاي بدنا نعملها بالطريقة المطولة، بتصير لوغاريتم أساس 9، كلهن أساسهن 9 للستة، الآن في ضرب يعني بتصير زائد، لوغاريتم ثاني يخص الإي، لوغاريتم أساس 9 الإي تكعيب، إي بدل ما أحط التكعيب أحط الثلاث هنا، خلصنا من الإي، ناقص هي الأس وحط الأس كله، ناقص 4 لوغاريتم أساس 9 للسي. إذا وين الجواب الصح؟ هذا. سؤال 29، لوغاريتم كسر نقدر نحوله إلى الطريقة المطولة زيك، لوغاريتم 3 هنا إكس ناقص لوغاريتم أساس 3 هنا 7، هيك فصلتهم لوغاريتمات 2. سؤال 30، هنا عندي متباينة بدو قيمة كيو، الحل حقها راح نحولها إلى أس، طبعا كيو لازم تكون أكبر من صفر، كيو لازم تكون أكبر من صفر، فهنا شو نقول؟ كيو بدها تكون أقل أو يساوي 2 أس 5، 2 أس 5 32، يعني كيو راح تكون أقل أو يساوي 32، كمان تكون أكبر من صفر، كمان تكون أكبر من صفر. كاتبها 25، لا الجواب 32. طيب هذا إن شاء الله الترم الجاي. إذا هيك نكون راجعناكم في بنك أسئلة يخص الدوال الأسية واللوغاريتمية، راجعناكم بالعديد من المهارات، نرجو منكم إعطاء شكرا وإعطاء لايك والاشتراك بالقناة، شكرا لكم.